بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سلسلة الحديث حول أثر الأركان الخمسة، أركان الإسلام في بناء المجتمع الصالح، تحدثنا في الدرس الماضي في الزكاة وأثرها على النفس وعلى المجتمع، على نفس المزكي الذي يخرج ماله ابتغاء مرضات الله من أجل أن يطهر بذلك نفسه من آثار الشح وحب الاستئثار، وعلى المجتمع الذي ينعم بهذه الزكاة فتستل منه السخائم والأحقاد، ويتهاحم ويتلاحم حتى يصدق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبما أن الزكاة كما قلنا هي ركن اجتماعي مالي يرتبط بنظام المال في الإسلام، ويرتبط بالوضع الاجتماعي للأمة المسلمة، رأينا أن نجعل الحديث في الزكاة منفذاً إلى الحديث في النظام المالي الإسلامي، لأن هذه المحاضرات كما سبق أن عرفتم إنما تدور حول الحديث في حل المشكلة المعاصرة التي استعصت على العلاج عند المفكرين غير المسلمين، وقد اشرأبت أعناقهم وتطلعت أبصارهم إلى الحل الإسلامي الذي يأتي بمشيئة الله عاجلاً، بكل خير يأتي بما يكفي الصدور. وقد سبق الحديث حول حكم الإسلام في المال، وأن المال ما هو إلا مال الله سبحانه وتعالى، والعبد مستخلف فيه ومؤتمن عليه، كما نص على ذلك قول الله عز وجل: وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وقوله سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبناء على ذلك كان هذا الإنسان مسؤولاً عن هذا المال مسؤولية دقيقة، فهو مسؤول عن كسبه، إذ ليس له أن يوفر المال من أي وجه من الوجوه كان، كما أنه مسؤول أيضاً عن إنفاقه، فليس له أن يضع المال في أي محل كان، كما ذكرنا أكثر من مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه،
وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وعليه فإن الإنسان مطالب أن يتقي الله تبارك وتعالى في إنفاقه المال، كما أنه مطالب بأن يتقيه في كسبه، فهو مطالب بأن يراقب الله تبارك وتعالى الذي هو رب المال مراقبة دقيقة في بذل هذا المال، فلا يشح به في ما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يبذل فيه، ولا يبذله فيما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يمسك ولا يبذل فيه. والإنفاق كما سبق الحديث في الدرس الماضي هو علاج لهذه النفس البشرية التي أحضرت الشح وجبلت على حب المال حباً جمع، لئلا يتغلغل هذا الحب في أعماق النفس فيطغى على جميع مشاعرها وأحاسيسها حتى تنضب فيها مشاعر الرحمة وتتلاشى بين الناس الوشائج والعلاقات التي تشد بعضهم إلى بعض في سبيل توفير المال، كما هو حاصل في المجتمعات المادية التي تقدس المال وتعبده من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كان الإنفاق في الإسلام غير محصور في هذه الزكاة، وإنما الزكاة إنفاق خاص منظم، بحيث تجب في أصناف مخصوصة من المال عندما يبلغ قدراً مخصوصاً ويمر عليه الحول، بينما سائر الإنفاق الذي يطلب من المسلم وإنفاق عام لا يلتفت فيه إلى نصاب ولا غيره، ولا يلتفت فيه إلى مقدار مما يدفعه، أي إلى نسبة مئوية من المال الذي يعطي منه الزكاة. والدليل على مشروعية هذا الإنفاق قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فإن ما ذكر هنا من الإنفاق هو من غير الزكاة بطبيعة الحال، لما يدل عليه العطف الذي جاء من بعد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك قوله: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ومن المعلوم أن العطف يقتضي التغاير بين المتعاطفين، أي بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا الذي دل عليه حديث جاء من رواية فاطمة بنت قيس عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقاً سوى الزكاة. والحديث وإن أعلى بميمون الأعور الذي هو أحد رجال سنده، إلا أنه من حيث المتن يتأيد بدلالة هذه الآية الكريمة ودلالة الآيات الأخرى التي تحض على مطلق الإنفاق، كما يتأيد
ببعض الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن في المال حقاً آخر سوى الزكاة. من بين هذه الروايات حديث أبي أمامة عند مسلم والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. وكذلك جاء في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الحاكم وغيره وقد صححه الحاكم، أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما رزقت فلا تخبأ، وما سئلت فلا تمنع. فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: هو ذاك أو النار. كما أنه جاء أيضاً في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً إلى أحد، وكان أبو ذر معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال كذا وكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه. ثم قال: يا أبا ذر. قال: قلت: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فقال: ما يسرني أن لي مثل أحد أنفقه في سبيل الله وأدع منه قيراطين. قال: فقلت: أو قنطارين يا رسول الله. فقال: أو قيراطين يا أبا ذر، أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل. فهذه الروايات تدل على الحظ على إنفاق الفضل. وما المراد بالفضل؟ إنما المراد بالفضل ما يفضل عن حاجة الإنسان، كما يتأجد ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو هو ما كان يسرا، أي ما كان متيسرا، والمتيسر هو ما زاد على الحاجة. فالله سبحانه وتعالى هنا يحض على إنفاق الفضل. وقد قال بعض العلماء المحققين بأنه يفرق بين الزكاة وبين الإنفاق الواجب في المال من غير هذه الزكاة، أن الزكاة لم توكل إلى ضمائر الأفراد، وإنما تولى الشرع تفصيل أحكامها وبيان مواضعها ورسم حدودها. فالزكاة كما قلنا تخرج من أصناف مخصوصة من المال عندما تبلغ قدراً مخصوصاً، وهو النصاب الشرعي الذي فرضه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صنف بقدره. وذلك يتوقف على مرور الحول. وكما ذكرنا من قبل بأن هذه الأصناف
التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة إنما تتطلع إليها نفوس البشر، لأن قضاء حاجات البشر متوقف عليها، فهي قوام هذه الحياة. فالحبوب المقتاتة المدخرة هي من قوام هذه الحياة لحاجة الإنسان في طعامهم إليها. وكذلك الأنعام، النفوس هي بحاجة إليها، لأن الله تبارك وتعالى جعل مأكل البشر من الحيوانات غالبه من هذه الأنعام. وكذلك الذهب والفضة هما العملة التي تقضى بها المصالح، فهما وسيلة قضاء منافع الناس، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الزكاة واجبة فيها. وعروض التجارة أيضاً متبادلة بين الناس، وهي منماة، فلذلك فرض الله سبحانه وتعالى فيها بإجماع الأمة وببعض الإشارات من النصوص الزكاة فيها. والأصناف الأخرى جعل الله سبحانه وتعالى الإنفاق منها موكولاً إلى ضمائر الناس، فإن الناس مطالبون أن يرعوا مصالح بني جنسهم وأن يقضوا مآربهم، فإذا لم تفي الزكاة بحاجة الأمة فهنا يطالب الناس بأن تدفعهم ضمائرهم إلى هذا الإنفاق بقدر ما تسد الحاجة وبقدر ما يقضى على المسغبة وبقدر ما تستل من نفوس المحرومين السخائم والأحقاد، حتى تكون هذه النفوس متآخية. والحظ على الإنفاق جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، في معرض المدح وفي معرض التبشير وفي معرض الإنذار. فالإنفاق إذن مطلب أساسي من مطالب الإسلام، إذ الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين بالإنفاق. يقول سبحانه وتعالى في وصف الكتاب العزيز: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعل من صفة هؤلاء أنهم ينفقون مما رزقهم الله تبارك وتعالى. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يثني على عباده الأنصار فيصفهم بما يصفهم به من صفات الخير، ومن هذه الصفات أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يقول: وعدا لهم بالخير ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يبشر عباده المخبتين ويصفهم بالإنفاق في قوله عز من قائل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يسارعوا إلى الجنة ويبشرهم بأن هذه الجنة أعدها للمتقين. وأول ما يصف به أولئك هم المتقين هو صفة الإنفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا الإنفاق يأتي في معرض وصف المؤمنين ومعرض وصف المتقين وتبشير الله تبارك وتعالى لهم بالخير العظيم في الدار الآخرة. وكما أن الإنفاق جاء في معرض التبشير بالخير والوعد عليه، جاء التحذير منه في معرض الوعيد والتحذير من عاقبة السوء في الدار الآخرة. فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نجد في آية البقرة أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى الإنفاق مذكرا لهم ذلك اليوم العظيم الذي يقفون فيه بين يديه وقد تخلى عنهم كل ما خولوه في هذه الدنيا وما أوتوه، كما يقول سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالله سبحانه يبين أنه في ذلك اليوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، فلذلك يدعو عباده إلى أن يبادروا ذلك اليوم بالإنفاق في سبيل الله حتى يكون لهم رصيد يلقون الله تبارك وتعالى به في ذلك اليوم. كما أننا نجد في آيات سورة المنافقين أنه سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى الإنفاق مبادرين بذلك الموت الذي يأتي كل أحد على غرة من غير أن يعرف موعده، وفي ذلك الوقت يتحسر كل من لم يقدم رصيد خير يلقاه بين يديه يوم القيامة بعد أن ينقلب إلى الدار الآخرة بالعبور على جسر الموت. فلذلك يذكر الله تبارك وتعالى
أن من لم يقدم رصيد خير ولم ينفق في سبيل الله يتمنى أن لو ينسأ له من عمره في عمره ولو شيئا يسيرا بقدر ما يتصدق، ولكن لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا هذا كله حظ على الإنفاق لأجل اتقاء شر ذلك اليوم، كما أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن عدم الإنفاق إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، إذ يقول سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما ذلك إلا لأن الإنفاق يؤدي إلى الوقاية من التهلكة في الدنيا وفي الآخرة، والإمساك يؤدي إلى عكس ذلك، فإن الإمساك يؤدي في هذه الدنيا إلى أن تنمو في النفوس البغضاء ويتزايد فيها الحقد وتشيع بينها القطيعة، وذلك مما يذهب بالريح ويجعل الأمة ضعيفة مهينة ذليلة. وفي الدار الآخرة لا ريب أن الذي ينفق الذي يمسك المال، وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن ينفقه في البر، يؤدي به الحال إلى أن يخسر خسارة بالغة في ذلك اليوم. فإذا من أمسك المال ولم ينفق فقد ألقى بيده إلى التهلكة. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالغا في الذين ينفقون المال في سبيل الله، إذ قال عز وجل: مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله سبحانه وتعالى يبين كيف تكون العاقبة، عاقبة الرابحة لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بحيث يكون مثلهم كمثل الذي يلقي في الأرض حبة واحدة، وهذه الحبة تنبت 7 سنابل، وفي كل واحدة من هذه 7 سنابل 100 حبة، ومعنى ذلك أنها آتت من الثمار 700 ضعف. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى من أجل التقريب، تقريب صورة حسن العاقبة للمنفقين إلى النفوس، وإلا ففضل الله تبارك وتعالى أعظم وأجره لا يقف عند حد، فهو سبحانه وتعالى يوفي هؤلاء الذين ينفقون أمواله في سبيل الله أجورهم أضعافاً مضاعفة، ولذلك قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففضل الله تبارك وتعالى لا يقف عند هذا الحد، ولكن من شأن القرآن الكريم أن يقرب الصور المعنوية إلى الإنسان أو الحقائق المعنوية إلى الإنسان في صور الأشياء المحسوسة التي ألفها. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنفاق الذي ينفقه الإنسان إنما هو إقراض منه لله تبارك وتعالى، الذي يضاعف الأجور والجزاء للمقرضين بغير حساب، وذلك من فضل الله تعالى. فإن المال من عند الله، والإنسان هو عبد لله، ومع ذلك
جعل الله سبحانه وتعالى هذا البذل الذي يبذله هذا الإنسان الضعيف القاصر العاجز إقراضا منه لله تبارك وتعالى، مع أن الله هو الغني، هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، والناس كلهم محتاجون إليه، ولكن ذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالذي يدفع أي شيء في سبيل الله يضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا كثيرة، والله سبحانه وتعالى يؤتي الفضل من يشاء من عباده. وكذلك نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى التحذير من الركون إلى هذا المال، وقد سبق الحديث في خطورة المال عندما يكون حبه طاغياً على الضمير، مسيطراً على المشاعر، مستولياً على النفس، فإنه يصبح هذا الحب داءً فتاكاً يقضي على القيم ويجتث جميع معاني الخير في النفس البشرية. فالله تبارك وتعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن الأموال بالأولاد ويبين أن الكل فتنة، وأن الله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم، ويدعو الناس بأن يتقوا الله ما استطاعوا وأن ينفقوا خيراً لأنفسهم. فهذا الإنفاق الذي ينفقونه إنما يعود إلى أنفسهم ولا يعود إلى الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الذي لا ينتفع بأي شيء من أعمال عباده، ولكن العباد هم الذين ينتفعون بهذا الإنفاق في الدنيا وفي الآخرة. ثم يبين بأن من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الذي يستطيع أن يستعلي على رغبة نفسه الجامحة في المال وينفق هذا المال في سبيل الله في أبواب البر التي شرع الله تبارك وتعالى الإنفاق فيها، فإنه ولا ريب مفلح فلاحا عظيما، بل الفلاح جعله الله تبارك وتعالى منحصرا في هذا النوع من البشر. فأولئك هم المفلحون، إذ عرف المسند والمسند إليه هنا ووسط ضمير الفصل بينهما لأجل بيان أن الإنفاق منحصر في هؤلاء الناس، وفي ذلك إشارة بأن الذي لا يتصف بصفات هؤلاء وإنما يستسلم لرغبة نفسه في المال ويكون شحيحاً به لا ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى، فهو ليس من الفلاح في شيء. ولا يقف الأمر عند هذا الحد في الترغيب في الإنفاق، بل نجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنفاق صلة بين العبد وربه قبل أن يكون صلة بين المنفق والمنفق عليه. بل كل بر يصنعه الإنسان يجعله الله تبارك وتعالى صلة بينه وبين عبده قبل أن يكون صلة بين البر والمبرور به. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى
عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى لعبده يوم القيامة: يا عبد مرضت فلم تعدني، فيقول له: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول له: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. يا عبد استطعمتك فلم تطعمني، فيقول له: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول له: ألم تعلم أن عبدي فلانا استطعمك، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا عبد استسقيتك فلم تسقني، فيقول له: وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول له: ألم تعلم أن عبدي فلانا استسقاك، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. فإذا هذا البر كله إنما هو صلة بين العبد وربه، قبل أن يكون صلة بين البار والمبرور به، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. والإسلام الحنيف يدعو إلى الإنفاق من أطائب المال، فإن الإنسان يحذر من أن يحرص على الاستئثار بالشيء الطيب الذي ترغب نفسه فيه، ثم بعد ذلك يعمد إلى المال الرديء الذي تزهد نفسه فيه ويحاول أن ينفق منه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ويقول سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويقول سبحانه وتعالى في وصف الذين بشرهم بالخير في الدار الآخرة: وآتى المال على حبه، وأن يقول في وصف الأبرار: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإذا يؤمر الإنسان الذي يحب الخير لنفسه، وهو يدري بأن ما ينفقه إنما هو قربة بينه وبين ربه، وأنه إقراض منه لله سبحانه وتعالى، أن يختار الشيء الطيب الجيد لينفق منه، وألا يعمد إلى الرديء الذي تزهد فيه نفسه ويميل عنه طرفه لينفق منه في سبيل الله، فإن ذلك ينافي إيمانه بالله سبحانه وتعالى أنه خالقه ورازقه. كما أن هذا الإنفاق يجب أن يكون خالصا لله، ويجب أن يصحبه شعور بأنه إنفاق من مال الله، بحيث لا يشعر هذا المنفق بشيء من المن والاستعلاء على المنفق عليه، حتى لا يجرح بذلك شعور المنفق عليه. فإن الهبات عندما يصحبها من وأذى ورغبة في الاستعلاء تتحول من أن تكون هبات إلى أن تكون رزايا، فهي بدلا من أن تكون عطايا تكون رزايا على الذي ينفق عليه. فإن المن والاستعلاء والإيذاء كل من ذلك يجرح شعور المعطى، ويؤدي به ذلك إلى أن يحس بأنه ذليل وأنه مستخذ ومهين بين يدي هذا المنفق عليه. ولكن الإسلام بما أنه
جاء لإصلاح النفس البشرية، وجاء بما يلبي حاجة هذه النفس ويستجيب مع داعي فطرتها. حمى هذه النفس البشرية عندما ينفق عليها شيء من المال من هذا الشعور بالمهانة وبالضعف وبالفقر والحاجة، بحيث يشعر الذي يأخذ المال بأنه أوتي حقه من مال الله تبارك وتعالى. فلذلك حذر الله سبحانه وتعالى من المن والأذى، وأثنى على الذين ينفقون أموالهم من غير أن يصحب هذا الإنفاق من ولا أذى، ومن غير أن يصحبه شيء من الرياء. فقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم أتبع ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ترون أن الله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل في الذي ينفق ماله رئاء الناس، وهو بطبيعة الحال لا يكون مع ذلك مؤمنا بالله واليوم الآخر، إذ الإيمان بالله واليوم الآخر يتنافى مع الرياء، فإن من آمن بالله حق الإيمان أخلص له العمل، ومن آمن باليوم الآخر حق الإيمان كان إيمانه بذلك رادعاً له من أن ينحطف إلى هذه الدركات ويقع في هذه المهاوي، بحيث يجنبه إيمانه ذلك كل ما حذره الله سبحانه وتعالى منه. وجعل الله تبارك وتعالى المثل المضروب في هذا الصنف من الناس، وهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هؤلاء هذا شأنهم، أنهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وإنما مثلهم كمثل هذه الصخرة التي عليها طبقة خفيفة من التراب، فإذا نزل القطر ورودي له الإنبات كان ذلك سبباً لتلاشي هذه الطبقة وانكشاف هذه الصخرة عن ذلك المنظر القبيح والوجه الكادح. وبين الله سبحانه وتعالى مثلا مخالفا لهذا المثل في الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى الفارق ما بين هذا الصنف وذلك الصنف. فالصنف الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه إنما مثله كمثل الجنة التي إن أصابها وابل تضاعف عطاؤها وآتت خيرها وجعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة. والمثل الآخر بخلاف ذلك فإنه إن جاء ما يرجى منه الخير كان سبباً لضده. والله سبحانه وتعالى يبين أن النفوس التي تشح بالمال ولا تستجيب لداء الإنفاق إنما هي مستجيبة لداء الشيطان لا لداء الله، فإن الشيطان هو الذي يوسوس لها ويخيل إليها أنها عندما تنفق هذا المال تتحول من اليسر إلى العسر،
والله تبارك وتعالى وعده لعباده مخالف لذلك، فإن الله تعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآيات وغيرها تدل على الترغيب البالغ في الإنفاق، وقد بينا أن الإنفاق الذي أمر الله تبارك وتعالى به هو إنفاق العفو، أي الفائض عن الحاجة، فإن الإنسان لم يؤمر أن يجعل نفسه في عسر وفي شدة ثم بعد ذلك يتخلى عما آتاه الله تبارك وتعالى من المال وينفقه على الآخرين لما في ذلك من العسر على العباد، إذ ليس من الميسور أن يستجيب الناس لهذا الأمر مع ما علمه الله سبحانه وتعالى فيهم من داء الشح وما ركز في طباعهم من حب المال، ولكن بجانب ذلك لا يمنع ذلك أن يستعلي الإنسان على ضروراته وحاجاته وأن يؤثر غيره بما هو محتاج إليه وبما تكون نفسه أدعى إلى الاستمساك به. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يصف عباده الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم فقر وكانت بهم حاجة، إلا أنهم كانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، ولذلك كانوا يشاطرونهم في أموالهم ويقدمونهم على أنفسهم، إلا أن هذا أمر لا يمكن أن تتسامى إليه طباع الناس جميعا، ولذلك لم يجعله الله تبارك وتعالى تشريعا عاما. فمن أجل ذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين المتقين بقوله: ومما رزقناهم ينفقون، ولم يقل وما رزقناهم ينفقون. ومن هنا تفيد التبعيض، فإن المنفق إنما هو بعض مما رزقهم الله تبارك وتعالى، وذلك محض فضل من الله عز وجل. فلذلك جاء التشريع العام الذي يمكن أن ترقى إليه نفوس البشر المؤمنين جميعاً بالإنفاق من العفو، وهو الزائد عن ضرورة الإنسان وحاجته. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ولكن بجانب ذلك كان من السلف الصالح من أدرك أن هذا هو الحد الأدنى المطلوب من الناس، وإلا فلا مانع عندما يمكن للإنسان أن يتسامى بقوة إيمانه وبصدق يقينه ويتجرد من ماله. ولذلك كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سخى بماله جميعا كما فعل ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه، وتلك درجة لا يبلغها كل أحد. وقد بين الله سبحانه وتعالى وجوه الإنفاق ليكون الإنسان على بينة من الأمر، وفي كل وجه من هذه الوجوه تلبية لضرورات الناس، وفي الإنفاق فيها جميعا ما يؤدي إلى التلاحم وما يؤدي إلى قوة الأمة وإلى وحدة شعورها ووحدة غاياتها وأهدافها. فالله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بيّن الله سبحانه وتعالى هنا
وجوه الإنفاق التي يؤمر الناس أن ينفقوا فيها. فأولاً يطالب الإنسان بأن ينفق على والديه، لأن برهما في مقدمة البر كله، والإحسان إليهما مقرون بعبادة الله تعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلذلك قدما على غيرهما. ونجد أن الله تبارك وتعالى لم يوصي هنا بالإنفاق على الأولاد، لأن من طبيعة الإنسان أن يحرص على الإنفاق على أولاده، إذ الأولاد نشأوا عنه، أما الوالدان فهو نشأ عنهما. ولذلك كان من شأن الإنسان أن يحنو بطبعه على أولاده، فهو غير محتاج إلى أن يوصى بهم، بخلاف الوالدين إذ قد لا يلتفت الإنسان إلى خلفه وإنما ينظر إلى أمامه، فهو يرى في أولاده أنهم امتداد لنفسه، وأن حياتهم هي امتداد لحياته. فلذلك كان من شأن الإنسان أن يسارع إلى الإنفاق على الأولاد. وأمره الله سبحانه وتعالى هنا أن يلتفت إلى خلفه. وأن يكون ما ينفقه من خير يقدم فيه والديه، إذ هما أولى ببره وإحسانه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق على ذوي القربى، وقد ذكرهم أيضا في آية البر عندما قال وآت المال على حبه ذوي القربى. وذلك لأن الإسلام يدعو إلى التآلف لا إلى التنافر، ويدعو إلى الاتحاد لا إلى التشتت. والإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو بحاجة إلى أن يتعاون مع بني جنسه. وأولى الناس بأن يتعاون معهم ذوي القربى، وهم أولى أيضاً بأن يكونوا متلاحمين معه، مترابطين معه. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى إيتاء المال لذوي القربى من خصائص الإيمان ومن صفات الأبرار، ومما يحض عليه قبل أن يحض على الإنفاق على الآخرين. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل المجتمعات تشاد مبانيها بالتلاحم ما بين الأسر التي فيها، إذ الأسر هي بمثابة اللبنات التي يقوم بها بناء هذا المجتمع. فإن كانت الأسرة ضائعة مشتتة كان ذلك أدعى إلى ضياع المجتمع. ونجد الآن المشكلة الكبرى التي يرزح تحت نيرها العالم الغربي هي مشكلة تفكك الأسر، فإن الأسر أصبحت هنالك ضائعة ضياعاً لا مثيل له. ليست هنالك رابطة ما بين والد وولده، فضلاً أن تكون هنالك رابطة بين أخ أو أخيه أو بين قريب وقريبه. فمع هذا التفكك ما بين الأسر لا ريب أنه يفقد التلاحم ما بين المجتمعات، وتسود البغضاء والكراهية
في أفراد المجتمع بأسره، ويحصل التشتت والضياع، فلا يكون هنالك حنو من أحد على أحد، وإنما كل الهم ينصب في الرغبة بالاستكثار من هذا المال وعدم المبالاة بحقوق الآخرين. وبعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى اليتامى، لأن اليتامى فقدوا العائل الذي يقوم بتكاليف حياتهم، والأب الحاني الذي ينبض قلبه بالحنو والحنان عليهم، والعين الساهرة التي ترعى مصالحهم. فلذلك كان إنفاق المال عليهم من دواعي صلاح المجتمع، إذ هذا اليتيم عندما ينشأ وهو منبوذ في مجتمعه، محتقر بين بني جنسه، لا يلتفت إليه من قبل الناس مع ما يشاهده مما يتمتع به الأبناء من حنو آبائهم عليهم، يؤدي به ذلك بطبيعة الحال إلى أن يكون ناقماً على مجتمعه، حاقداً على أمته، منابذاً لهم، ويؤدي به ذلك إلى الشذوذ في سلوكه. ومن كان رحيماً بأولاده فعليه أن يكون رحيماً باليتامى، فإن هؤلاء الأولاد قد يفطي بهم الحال إلى الاختلاط بهؤلاء اليتامى من أجل علاقة الجوار، أو من أجل علاقة الزمالة في الدراسة، أو أي علاقة من العلاقات. فإن كان هؤلاء اليتامى شاذين في سلوكهم، فإن ذلك الشذوذ يتحول إلى أولئك الأولاد بحكم المقارنة والاختلاط. ثم بجانب ذلك، لا يأمن الإنسان أن يفجأه ريب المنون في أي وقت من الأوقات، وربما كان له صبية صغار وهم بحاجة إلى أن يحنى عليهم، كما أن أولاد الآخرين أيضاً بحاجة إلى هذا الحنو. فلذلك خص الله تبارك وتعالى باليتامى، ومن أجل أن اليتامى في حالة ضعف وعجز جعلهم سبحانه وتعالى مقدمين على المساكين، إذ المساكين يمكنهم وهم في حال كبر ومقدرة على التحرك أن يتصرفوا في مصالحهم أكثر مما يمكن لليتامى أن يتصرفوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المساكين من أجل أن لا يشعروا بالحرمان بسبب تلك المسكنة، وعليهم أن يشعروا بأن قلوب الآخرين تفيض حناناً عليهم وتتلاحم مع قلوبهم، وذلك بطبيعة الحال يؤدي إلى أن تتلاحم مشاعر هؤلاء ومشاعر هؤلاء، وأن يكونوا جميعاً إخواناً في ذات الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص الكل على أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتعاونوا على دفع المكاره عن أنفسهم. فلذلك جاء ذكر المساكين بعد ذكر اليتامى. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضاً فيما ذكر السائلين، وذلك لأن السؤال فيه إحراج شديد، وغالب الناس الذين هم أصحاب الضمائر الحية لا يسألون إلا لدافع ملح وضرورة بالغة، ولربما لا تتكشف حاجة الإنسان
فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأن ينفق على السائلين، كذلك ابن السبيل وهو من انقطعت به داره لأجل البعد بينه وبين موطنه وأهله، فإنه قد يفتقر في سفره إلى المعونة والرعاية ولو كان غنياً بين أهله، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون له نصيب من هذه الرعاية ومن هذا الإنفاق من فضل المال. وكذلك ذكر سبحانه وتعالى في آية البر في سورة الرقبة في الرقاب، وهم الأرقاء لأجل أن يفكوا من ربقة الرق ولأجل أن ينعموا بطعم الحرية وأن يتذوقوا هذا المذاق الطيب مع إخوانهم الآخرين، فيكونوا جميعاً متآخين في الله سبحانه وتعالى متوادين بينهم. وهذه الوجوه نجد الحظ عليها حتى في الأمم السابقة غير هذه الأمة، أي إنفاق المال في هذه الوجوه نجد الحظ عليه حتى في الأمم السابقة غير هذه الأمة، كما جاء ذلك واضحاً في قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فنجد هذا الحظ على إنفاق المال في هذه الأصناف كان مما أخذه الله سبحانه وتعالى من عهد على بني إسرائيل، مما عهده إلى بني إسرائيل. ونجد أيضا أن الله تبارك وتعالى يحض على الإنفاق في هذه الوجوه وفي وجوه أخرى في سورة البقرة، في سورة النساء، عندما يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فنجد أن الله تبارك وتعالى يأمر بالإحسان، ومن جملة الإحسان إنفاق المال على الأصناف المذكورة من قبل، ويضم إليهم الجار ذا القربى والجار الجنب. فالجار سواء كان قريباً أو غير قريب له حق، ولذلك قيل بأن حقوق الجوار ثلاثة: فجار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له حق واحد هو الجار غير المسلم، فإن له حق الجوار، إذ عقيدته المخالفة للإسلام لا تؤدي إلى أن يحرم من هذا الحق، بل يعامل بالحسنى من أجل الجوار ولو كان على غير ملة الإسلام. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، لأنه اجتمع له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، فإن لكل علاقة من هذه العلاقات حقا خاصا، فله حق بسبب علاقة الجوار، وله حق أيضا بسبب علاقة الإسلام، وله حق بسبب علاقة القربى. فهذه حقوق الجوار يجب أن تراعى، ومن جملة ذلك أن يبذل الإنسان الفضل من ماله لجاره عندما يكون محتاجا إليه، بل يؤمر بأن ينفق عليه حتى في غير أوقات الحاجة. فإذا كان الجار جاء بشيء من الفاكهة أو بشيء من الطعام الذي يعد طرفة من الطرف وأحس بذلك جاره، فليس له أن يستأثر به، بل يؤمر بأن يشرك جاره في هذا الخير الذي آتاه الله. كذلك أيضا يؤمر الجار
بأن يحتمل أذى جاره، إذ حق الجوار ليس هو مجرد الكف إلا ليس هو مجرد الكف عن الأذى، وإنما هو احتمال أذاه. يطالب الجار بأن يعامل جاره بالحسنى ولو أساء إليه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن بالله واليوم الآخر من لم يأمن جاره بوائقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هكذا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار. كذلك الصاحب بالجنب، وهو الصاحب في السفر، وابن السبيل أيضا ذكر هنا. فلكل واحد من هؤلاء حق يجب أن يراعى هذا الحق. ومن جملة رعاية هذه الحقوق الإنفاق من مال الله تبارك وتعالى الذي جعله بأيدي الناس حتى يؤدي ذلك إلى التلاحم. ولا ريب أن الإحسان إلى الجار يؤدي إلى حسن العلاقة ما بين الجيران، ويؤدي إلى أن لا تكون هنالك سخائم وأن لا تكون هنالك أحقاد. والجار هو أقدر على منفعة جاره وأذاه. فلئن كانت العلاقة بين الجيران علاقة وداد وعلاقة رحمة وعلاقة بر وإحسان، أدى ذلك إلى التلاحم فيما بينهم. ولئن كانت هذه العلاقة علاقة بغضاء وعلاقة انتهاز وعلاقة استغلال وعلاقة تتبع الأوراق، أدى ذلك إلى أن تكون الصلاة فيما بينهم صلات متقطعة، أدى ذلك إلى البغضاء والعياذ بالله، وأدى ذلك إلى القطيعة وأذى بعضهم لبعض. وهذا مما يؤدي إلى التفكك فيما بين المجتمعات وعدم وجود الصلات التي تشد القلوب بعضها إلى بعض. فالإنفاق إذن في هذه الوجوه التي ينبه عليها الإسلام الحنيف يؤدي إلى حل مشكلة الإنسان. وإنسان هذا العصر كما قلنا لا يمكن أن تحل مشكلته إلا باتباع هذا النهج الصحيح، نهج القرآن الكريم ونهج السنة النبوية، نهج الإسلام الحنيف، نهج الإيمان بالله واليوم الآخر الذي الناس كلهم بحاجة إليه من أجل أن ينعموا في هذه الحياة الدنيا بالإطمئنان، وأن ينعموا في الدار الآخرة بالسعادة والفلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يتقبل منا صالحات أعمالنا، وأن يزكي أعمالنا، وأن يطهر سرائرنا، وأن ينور بصائرنا، وأن يلهمنا رشدنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.